السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة دائما. نستكمل معكم باقي دروس اتصالات حرف الباء في خط الثلث. النهارده هيكون الدرس الأخير في اتصال حرف الباء. احنا توقفنا في الحلقة السابقة عند اتصال حرف الباء بحرف النون، والنهارده هنبدأ ب اتصال الباء بحرف الواو. جهز الأدوات وركز معي وعلى بركة الله نبدأ. الباء مع حرف الواو ببدأ الحركة بتاعتنا، مقدارها نقطتين، وهنا الترويسة بتاعتنا من أعلى، تمام، وحنزل وأبدأ هنا اطلع اعمل الواو. تمام، هنا لحد هنا وقوف القلم معي. هبدا بعد كده هنزل بجسم الواو، هاخد من هنا واسحب وانزل والف واصعد لاعلى بالشكل ده، تمام. سنة التقنين بتاعنا لو بصينا عليه، السنة هنا احنا قلنا مقدارها ايه؟ مقدار نقطتين، الجزئية دي المقدار بتاعها مقدار ايه؟ نقطتين، تمام؟ لاحظ هنا، هنا في فراغ مقدار ايه؟ مقدار نقطة. الرأس الواو نفسها هنا الجزئية دي تكون مقدار ايه؟ مقدار نقطتين، تمام. ولو عملنا خط كده هنلاقي هنا في فراغ وهنا في فراغ. خلي بالك كده، شايف الفراغ الداخلي؟ الفراغ الداخلي شبيه ببذرة الليمون، البذرة بتاعت الليمون الفراغ الداخلي ده شبيه بيه. احنا طبعا حرف الواو النزول بتاعه نقطتين اسفل، والجسم بتاعه هنا أربع نقاط، يعني الجزء ده يكون إيه؟ أربع نقاط، تمام؟ وطبعًا هنا في فراغ وهنا في فراغ نتيجتين. ده يعني حرف إيه؟ الباء مع حرف إيه؟ حرف الواو، نقطة الباء. هنشوف بعد كده الباء مع حرف إيه؟ الهاء. شكل الباء مع الهاء يختلف. يعني ببدأ كده تقويصة، هاخد من أعلى كده من هنا وأنزل وألف في إيدي وأصعد تاني. أهو شايف هنا الصعود بتاعي اتجاهه ناحية إيه؟ اليسار، تمام. وهبدأ في القلم بعد كده هعمل الهاء والعرض وأنزل، والجزء ده أخده بالشكل ده يرسم رسم الجزء الأخير، لأن السمك بتاعه أقل من السمك عرض القلم كله، تمام؟ ده شكل إيه؟ الهاء. نقطة الباء أهو. طيب لو حبينا نشوف كده، إحنا الجزء ده تقريبا بيكون مقداره نقطتين السع بتاعه، وهنا العمق بتاعه نقطة، العمق بتاعه نقطة، وهنا كمان بيكون الجزء ده مقداره ايه؟ نقطتين. هنا برضو نهاية الهاء بتكون نقطتين، وفي الداخل هنا بيكون في مقدار ايه؟ نقطة. والهاء هنا تختلف عن هاء بتاعت لفظ الجلالة، بتاعت لفظ الجلالة بتكون الهاء أطول شوية، لأنها يعني بتكون قاعدة خاصة بلفظ الجلالة. شوف بعد كده الحرف اللي بعده، الب مع حرف ايه؟ اللام الف. حرف الباء مع حرف اللام الف بنستخدم الشكل التقليدي اللي هو زي ما احنا قلنا، عبارة عن زي واحد صغير مقداره نقطة ونص، لأن الحرف اللام الف حروف الصعدة. ألف في يدي واصعد بالشكل ده، وأنا صاعد بميل ناحية اليسار كده، كأني عملت به ايه؟ به ألف.
هنزل تاني عليها بالشكل ده وهبدأ اهو هنا الانسلاك بتاعي وهبدأ انزل بالتدريج اهو بالشكل ده والف ايدي في القلم انا وبنزل لحد هنا. عملنا الجزء الاول، بعد كده الجزء الثاني من لام الف ببدأ اعمل الف مايلة ونهايتها تكون عند الجزء الرفيع هنا، يعني ببدأ اهو سيب مقدار حوالي 3 نقاط وهبدأ اعمل الف مائلة. ولما اجي هنا الف ايدي كده بالقلم تمام. وهنعمل طبعا الترويسة بتاعت الحلية بتاعتنا الزلف بالشكل ده، وضع النقطة. خلي بالك الجزء ده برضو يرسم رسم بيكون سميك في الوسط رفيع في النهاية، والطول بتاعه هنا بيكون ده 3 نقاط، يعني الطول بتاعه بيكون 3 نقاط. احنا قلنا الجزئية دي نقطة ونص تمام، وفي الداخل هنا بيشيل مقدار مقدار نقطة. الاتساع بتاعنا هنا كام نقطة؟ 3 نقاط من الداخل، 3 نقاط تمام. وهنا بيكون الجزء ده بيكون مرتفع عن الألف المائلة من نص نقطة لنقطة تقريبا. ده بالنسبة للباء مع حرف اللام ألف. وطبعا هنا الجزئية دي بيكون في فراغ نقطة هنا بالشكل ده تمام. نشوف بعد كده الباء مع حرف حرف الياء. الباء مع الياء في ياء اللي هي المجموعة، والياء في مرسلة، والياء الراجعة. الباء مع الياء المجموعة اهو ببدأ اعمل مقدار نقطتين طول بتاعي وهنزل بالشكل ده تمام. هرجع تاني على الجزء ده والف ايدي، في خروج بسيط عن البداية، في خروج بسيط عن البداية، وهبدأ انزل اخذ من هنا والف ايدي واصعد دور تمام. هنعمل ترويسة. خلي بالك شايف هنا في فراغ، الجزء ده في فراغ، ولو عملنا خط كده هنلاقي هنا في بروز عن البداية، يعني بروز خفيف مقدار نص نقطة كده تمام. والجزء ده هنا في ميل مقدار نقطة، الجزء ده يكون في ميل مقدار مقدار نقطة. هنا لو عملنا كده خط هنلاقي هنا الجزء ده في نقطة وهنا في هنا في الداخل لو عملنا كده هنلاقي في 5 نقاط تمام، 5 نقاط. وطبعا هنا في نقطتين. ده بالنسبة للباء مع الياء مجموعة. وممكن اعمل لها ارسال تمام، يعني اخذ الجزء ده الجسم ده واعمل له ارسال. ونشوف الباء مع حرف الياء اللي هي الراجعة. الباء مع الياء الراجعة ببدأ اهو اعمل حسابي الجزء ده اللي هيرجع تمام، باخذ من هنا وهعمل نفس القصة دي بس بميل شوية، يعني اهو تمام. وطولها اطول مقدار، يعني بتكون اطول تقريبا طولها 3 نقاط. وهاخد من هنا بالشكل ده، الحركة دي زي حركة المد، وهلف في ايدي كده، وهنا في صعود شوية هبدأ اصعد بالقلم اهو بالشكل ده تمام. هنا بعمل الترويسة اهو،
نقطة الباء نضعها، ونقطتين الياء اهو. وهنا نضع الياء بالشكل ده، تمام. ده بالنسبة للباء مع الياء الراجعة. احنا قلنا الجزئية دي فيها ميل مقدار ايه؟ نقطتين، تمام؟ يكون فيها ميل مقدار نقطتين. لو عملنا كده خط هنلاقي هنا في يعني الجزء ده في بروز مقدار ايه؟ نقطة عن البداية. ارتفاع الجزئية ده بيكون نقطتين، هنا بيكون نقطتين. لو عملنا كده خط، شايفين؟ هنلاقي هنا في فراغ نتيجة الدوران، ولو عملنا الخط ده تحت هنلاقي برضه هنا في فراغ مقدار نص نقطة نتيجة ايه؟ الدوران. الجزئية دي بيكون هنا مقدار نقطتين، تمام؟ ده بالنسبة ايه؟ لحرف الباء مع حرف الياء الرياء. كده احنا يكون خلصنا جميع أشكال اتصال الباء مع باقي الحروف في خط الثلث، وإن شاء الله يعني في الحلقة القادمة هنبدأ بالدرس الأول باتصال حرف الجيم في خط الثلث. تابعونا في الحلقات القادمة ونلقاكم على خير إن شاء الله دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.